فشهر ليس كباقي الشهور، وهو من الموارد التي هيأها الله تبارك وتعالى للعبد على أن يكون في ضيافة الله سبحانه وتعالى. وإذا تلاحظون الموارد الكثيرة في رواياتنا في الاهتمام بشهر رمضان والاستعداد فيه لليالي القدر، ولعل ليالي القدر من الليالي التي يتهيأ لها يستعد لها بمقدار ما فيها. بعض رواياتنا تقول ليلة 19، يعني الحكمة وما يتعلق بالعبد كلها تتهيأ في هذه الليلة وتلقى إلى الإمام في ليلة 23. لا شك أن ليلة القدر من الليالي الخاصة، وقد تكون فيها بداية لتوفيقات، يعني ينزل في 19 من الآجال والأرزاق، فإن أبقانا الله تبارك وتعالى إلى تلك الليالي سان عليه أن يتهيأ بمقدار الطاقة، بمقدار الاستعداد،